ليش وضح مو مزين قدام البيت؟ خايفة يكون الأولاد صار لهم شيء. لا تفاولي يا حجي، الله يرضى عليك. بجوز مو عرفانين امتى ما نجي على المصبوط. سمعتوا يا جماعة؟ سمعتوا؟ شو اجوا الحجاج؟ الحجاج هيئتوا الحجاج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا باللي جاي. عيني اجوا الحجاج. يلا يلا يا حجي. إلهي بجاه الحبيب. الحمد لله على السلامة. والله بلاكي ما بصبر بوت أنا. تخبريني يا رب. الحمد لله على السلامة. إن شاء الله عقبال عندك إلهي يا رب. يا مو عمتي لا تنزلي، عمتي لا تنزلي، نحن بنطلع لعندك. يو شو بها رويدة؟ تخبريني ما صار لها يومين مخلفة. عن حقها؟ لك شو بكن يا جماعة؟ ليش هيك كامدين هالكمدة؟ يبعت لي حمى ليكون مشان المرحوم أبو أدهم. ولي على قامتي والله العظيم من فرحتي نسيت. بعتولي خبر لسميحة، والله قلبي عم يفرك فرك عليها. لك شو بكن يا جماعة؟ شو في خوفتوني؟ مين بحب لها السلام يا مختار؟ الله عبال عودي. أهلا عنكم جميعا. كان لازم تبعتولنا خبر يا مختار مشان نطلع نستقبلكم على أبواب المدينة. والله نحن ما حبينا نعذبكم. لا يا حجي لا، هي سنة مؤكدة يا سيدي، ما جبالنا هالشي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك يا حبيبي. شو وين وضع؟ تعاس مور مع مين؟ ضاح بالحاصل؟ لا معلم مو بالحاصل. لكان وين؟ هدي حالك مختار، وضاح بإذن الله بخير. لطفي وضاح وينه؟ وضاح راح على الأخذ عسكر. إمتى؟ بعد ما سافرت بمدة قليلة. شلون بياخدوه على الأخذ عسكر؟ وضاح وحيد؟ وحيد وما عندي غيره. لطفي وضاح وين؟ ابن الغالي. يا علي يا علي، ما كان يسكت، عملت له كمون ما اخذه. بركي اعمل له يانسون، بركي بابا ياخذه. يلا يلا يا مرويدة. شو جايبته؟ لا اختي، هذا ابن المرحومة نبيها. ليش نبيها ماتت؟ ايه والله اختي، عطتك عمرها من يومين. يبعت لي حمى، والله كنت نسيانتها. وشلون ماتت؟ على قامتي عليها، اجت حمى نفاس وعطتك عمرها. إن الله وإن إليه راجعون. يا علي يا علي، الله يصبر قلب أم. وهالولد يا علي تيتم على بكير. أختي هذا الولد مو ابنكم. شلون مو ابننا؟ ليش مو ولاد ابني هدول اثنين؟ يا بنت عمي، الولد ما له ذنب. تقبريني يا بدك تعاملي هالولد صبره بصبر ابنك، يعني ما بتميزي حدا عن حدا. ثواب تقبرين يتيم ان شاء الله. اختي هذا الولد غريب عنكم. شو قصدك اختي؟ قصدي لما اجت نبيها لعندكم كانت حبلة، الله يرحمها ويستر على ولايانا. شو